يعني في ناس كتير قوي زي ما انت شفت ما رجعت من المطار، وفي ناس كتير قوي لسه معانا تليفون دلوقتي برضه هناخده. مش قادرة اتعب كده تاني، يعني انا خايفة احبك واقرب منك والاقيك فجأة انت كمان مش معايا بجد غصب عني. لا يا سماح مش هنخلص، الحوار عجبني مش هنخلص. للأسف احنا بناخد فكرة الجواز ان هي نهاية العلاقة مش بداية العلاقة. مظبوط. ده مش حقيقي. هي المفروض بيبقى في فترة تعارف، سواء اتنين بيتعرفوا على بعض.